بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إخواني، إمام مسلم كتاب كيس كتاب البر والصلة والعذاب، وحو قبطي قبطي باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عيب عليه في الآخرة. لو قلت بشارة كصوروني قفك إلى الدنيا وكوستره إنه آخرون إله وأستره. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبية بن بسطام العيشي قالوا حدثنا يزيد يعني ابن زريع قالوا حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. النبي عليه السلام يقول: مجر الضون إلهي والدوي أستريه إلا هدو الدوي إلهي وأستره آخرا إلهي سبحانه وتعالى وأستريه عبتي سوح والبا إلهي رحيم غفور رحيم. الله أكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وحور الله سلام قف مؤمنا قف الدون إلهي عيبتي سما أستر الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. أسمعنا عيبتي سلاه ما هل تقيام أسطوري مركز أتقى ضومك مؤمنين تا قفن خلال الله الملا قفن دم جاي الملا عيب تض أسطور هذه أنا إلهي سبحانه وتعالى ما هل تقيامك وأسطوري مركز. قال الإمام مسلم حوري: باب مداراتي من يتقى فحشه. إنه قفك كوا وعذو هذا الفي عنه كلها الله محل سود ويو قفك اللي قب قريه إنه فاحش يهي هذا الحيه نقن حيه قاب دريه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن المنكدر سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتني عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم نبى عليه الصلاة والسلام قل يسوق رائن وسوق لورهم إذن بوقاتي. فقال عليه السلام: إذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة. سوى دوية معنى ننقاب دروية معنى عشيرة ننفي عن ماها الباب على غفره. قال عليه السلام قال عائشة وحيتري: فلما دخل عليه ألان له القول مرخو سوق لي نعسل خذ في عن أوجي الأحسن بنيك وكلها الله. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. رسولك لا يقول أنت بمتى لغفر هذا لو حد كل هذا شيء حوقام حال أذك وإن كان في عن ما حد لو هذا في عن ما تقول هذا شيء وتسود ويسي سوى حجرا. قال نبي عليه السلام وحوري: يا عائشة إن شر الناس دتك وحاقو شر بلا شر بدل منزلة عند الله يوم القيامة ما لن تقيام إلى أنت وحدثك أوحن بوري من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشي نيدك يكتقان أما يسكدايان أو يلها دين إيه وكبقنية فحشي غي وحيالها قاب درد إيه وكوها اللي درات دينا. قال الإمام مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن المنكدر في هذا الاسناد مثل معناه ويا ولي ولي غير انه قال ويقول: بئس اخو القوم وابن العشيره. ويقول وحباس لهذه قوم ولالك هو كان با اما عشيره محل ولالك كان باس يا شيء معناه قف كان يوسف قف في عنه صلاحين. باب فضل الرفق امام مسحوري دمرنت ويقص اروري فضل كذا. قال امام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج وغيره محمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا وكيع حتى تحويل السند قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حتى تحويل السند قال وحدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث ابن كلهم عن الاعمش حتى تحويل السند قال وحدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ اللهما. قال زهير بن حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن الاعمش عن التميم بن سلامه عن عبد الرحمن بن هلال العبسي قال وحور سمعت جريرا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. نكي محل نمرن لقى حرمه ولو بديده وعن ذلك يعني ما تلي ماذا خيرنا والله حرمي.
قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق رفقة منك النمرين لقم حل حرمه حرم الخير خير ما لقى حرمه أو من يحرم الرفقة يحرم الخير منك محل هناك النمرين إن حدد كل قرر حرمه خير ما لقى حرمه. قال الإمام مسلم حدثنا حرمات بن يحيى النجيبي قال أخبرنا وحول عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهاد عن أبي بكر ابن حزم عن عمرة تعني يعني بنت عبد الرحمن بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق عائشة إلهي ونبرين بذيها يحب الرفقة نبرتها يجعلها ويعضي على الرفق نمرت وحقوسيا ما لا يعدي على العنف عنفي وحسك بحنيني وما لا يعدي على ما سواه إيوحى إنت قاري وحوح له سبحانه دائما إلهي سبحانه وتعالى قفك النمرية قفك النحاء وبض إلهي سبحانه سبحانه وناك بوسيني نعسى الساعة إمام مسلم حليه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة عن المقدام وهو ابن شريح ابن هاني عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شار أنا سأقول لمرنت يوراك يمحى هذا الشيء إلا واق روحيا شيء لقى مسيبه وقف أضيق يعني محل لغو مقلغو مبيره إلا وحويا وفول حمينيا. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن الثنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام ابن شريح ابن هاني بهذا الإسناد وزاد في الحديث وحكر لي ركبت عائشة بعيرا عائشة رتب يفوشي فكانت فيه صعوبة حقاعد أذيك بوها فجعلت تردد وحين قال إني كوير عليسو فقال لا تردده إني عليسو رتق معنا فقال لها رسول الله وقال له يري رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليك بالرفق أهو معنا دائما نمرين ثم ذكر بمثله محمد الله حديث كان منا من أيوسو أروريين مركا انت واحد كنت نيسا ولاقا يا خير كان الله ثقفكم دائما وابدا انه رفقك يا دمرنت وكنت ذاله جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.